أبى سينا كيس حبض بكرة فنكرة حرق وسهلو عيد سويدين مش مركي تقد قال الله حكم وارد على لسان قف كي والد كيس حدا وارد على لسان تديو كلا كوش راس شلاش هو كم هذا شان قف ما ينكم موقف كادنتي نكارة ثان وبا كهذا شان حكم تقول على لسان عبد الرحمن عباس صلى دي اللي حبرات بالله حكم يصلى النور شيء جي حتى أنا قلتني وحنو هايستا قف مركي اللي دوا والد عاس يقول اللي حبرات هذا المودي المهي سمرك الله قبته ساعدة وضروري نسيدين كرو أما سمعت ترى مسيدين كرائين كيسي مش مسيدين كرو السؤال أنا قاعد أشي مركار هالجلنتي بحي مركي ما ده وهل كان السجاي ما نروح والله إن أنا بيري دي شيء جن أفكر ده وحي غير أنا ورولي وانو كحنا أو حال بانو بحنا أو حكم باب قاضتي كم رسيدين كرو ضد كفرتها أو قادن وحلا يلا والد عاس مشرو ورقارن كنت مريد الصومالي الآن وأوكتهين صحافة دي قارن كنت مريد الصومالي الآن ما أنت واحد بحصلي iyo wax faraciidood ku taagan bay noqdeen waxa jaleysteen laba saddex kelmadood hadba inta ilaahay oo golaadaan ka yiraahdo xarig Cabdiraxmaan Abees uu noqon maayo laakiin dadkii labeenta dhalinyartii labeenta ahayd ee la xirxiray ee ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Abees ee ku xigay Erig ee ku xigay Cabdimaalig Muusocoldoon dhalinyarta xirxiran ee loo awood sheegtay ee la caburiyay حقودي هي حقوقي أي كل هاي قرن كجمهورية الصومالان يتوس حافظات يتوس فلمي الله قط تنتهي يدعو مد بمقعلاه بحنا يو وحكومة دو جمهورية الصومالان هاتن شوكته وحرنتي أي عادة ستحرق جاي عبرنتي على تشولين تا أو أي لا صار ناقتري لا دل الشديد إلا وقت جدا لما أتكا حرق سعادة ونقضي عبد القيس أيها الصلاوي حيو نكيد دو حرر فداد كم فوق هذا يعني قد دقني قبل لجو سود دقي يبقى هيد حد جاني مكود دمبي يا واحد سوافة شنو يا حد جاي جي لبس صنو يا لبس بلاد اللي يجو حكومة يا عدا على درهاها وحلا جه اللي أضيال أضيال شيء دي فهمت يجو قالي أو ديجان كي جا ينام مثلا يضل الله صور يو يقول عبد الشامع جاي في الموضوع بلاي وضه أنا ولا بلاي ما ودينا برخذ ما ودوا دولة دوان تلمع ميور دليل بهيد ده ترى حل بقى اللي جروا واحد لين مركز أوضيع شيء ده حل لين قيري هي نور المال عنكوا سكان هاي ميوجين مركز حل لين أيا نمان كم ده أيا واحد يجوي ما ده سي اي دي ده مركز مركز هرق واحد يجيين تندع على جه حريق جوري مقالة ده هرقسين مكملوا كذا يلا أنا قرنين لا بهبني الله ما المضبع اللي يقصه هي ولو عن آد يا آد عن وقوم هاد عليني عسكرتي حل جاي قبطي يكوي ماشي عن كل حناي مدوبي دقو هي وهاي عند آد يا آد احترام يروتي أي ومواطنني ما كم وقت عسكرني ما كسرك مرك الله جت مرك الله جت هيبو مدا يقبي على ذي بترتي أو يسوي ير وح كلون اللي عسكرتي كل شيء جديد هاي سنة لما بدون بهاي يقولون روتي نمان آد يا آد احترام بدن بهاين ciil kili gudbiye la mid buhay isaguna askartu aniga amaan mooyaan ceyb iga helmayso balse qaabka lay xiray oo aniga ahaa sharci darro waarna aan loo soo goosan ayaa waxaan u socdaa bay talqatiirku wuxuu yahay qoladii odayaashayda aniga xidhay ee raali gelinta bixisay wixii aan idiyo dhadab bastay ee yidhi inaan kayagi weeyaanahan loo soo xiro iyagu saxbay ahaayeen in marin hawaabin la marahada doonitaankayga siyaasadeed iy xaq iyo xuquuqda aanu leeyahay aanu xisb mucaarada inaan xukuumadda dhaliili karo ayaa meesha laga duwayay deetana waxa la iga dhigay nin reer soo xidhay islaanta waxa tiday xidhay dugsiga isku toosana Cabdiraxmaan Abees waxa laga dhigaya nin ay soo xidheen waalidkii oo waalid caasiya ana waxa la waxaan leeyahay ani Cabdiraxmaan Abees طيب العاصمان هرفنا وقال العاصمان جيدنه قرن كتشموريه ده سومالان وقبيل خصة ورمو وحنو دوني نا قرن لو ده ليه هاي وحنو دوني نا قرن كترة ده بدن إيه كترة ده يرعي اسميهين وحنو دوني نا قرن آن لو كان مقع بحين اسكو مقع وتشموريه ده سومالان ليه رهدو وحنو دوني نا قرن بيلها درفية ده إيه تنحي اي اسميهين وحنو دوني نا قرن هرمري وحنو دوني نا قرن عقونسلة وحنو دوني نا قرن نبضون لكن أنا أقول مرة بلو قف تكتيترا أو كودونا حلا أو كودونا توكتا أو حلو كودونا لمدد كردستان أقول مرة بلو عدا ندوننا وحويا أو نولانا هاي ورأي نسلف هنو ودحوناها تموريد الصمالة المدن المسبح عبدي مركة أو شرف ياشو أو كرامة ياشو
ايو تاريخ في عنك تغو عد كلا انو ييغتغي انيغا انيغا ولي عبد الجامعة ييغتغي وايو واللغو صوت المانسان دونا حدي تاريخ دو كحوماتي الهي كما حوميه يادنا واللغو صوت المانسان دونا وارغارتا نسفهانو ان تاحران ايه ان تانامي سنهي اللي قد بقين دونا واللحر دونا dadku horta ha ogaadaan wax la yiraahdo waalid caasi ma jiro war qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ogtihiin saxaafadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta wax baxsaday iyo wax farciidood ku taagan bay noqdeen war kaama qaban karaan way cabsanaayaan anigu ma jecli saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay qaran duubs noqoto oo waxyaalaha cadawga Soomaaliland ku hayna si daayana baan ka soo jeeda laakiin saxaafadda xurriyadeedii iyo in ummada ay ka hadliso ummada inay ka hadliso ha loo ogolaado تانا تاسان رونا يا وحكا لو عن يرحس لها ومشا كوشرتا ان مركا انا حاري جيجي يسان هذا الكوكب بلاوي يا عبد الرحمن ابي سالكا اي سكوا فاقسيهين اي سكا ايمانيان اي سكا ايجيهين وحوي عبد الرحمن ابي سالنا دي اللي حبرود بالو حكم السالي نو شيغي دي انوغو هدانا قلدنين هدانا قلدنين وحنو هايستا اوف مركا اللي نوا والد عاسد اي لا صوعة ديو اي اي دم نغطو دينو اللي حبرود هابان مودي waxa kala loo haystaa qofka waalidka ah ilmihiisa marka loo qabto saacadda uu doono inuu sii deyn karo oo waran karo war inaan kaygi waan yar madax jabiye inantii waan madax jabiye halay soo daayo abaa smaata tolo ma sii deyn kara inankiisi mise ma sii deyn karo waa su'aal xukun baa ku dhacay ma oran kara aniga inankayga xukumay oo waalid caasid buu aha su'aashana adeerkii baan weydiinay inankiisi sii deyn karo iyo inaanu sii deyn karin waxa weeyaan aniga odayaashii markaa raaligelinta bixiyay markii yimaadeen waa halkaan isaga imanayno wallahi inaanan been idin sheegin afkooda waxay iga yiraahdeen war weli waanu ku xidhnay oo xaal baanu bixinay oo xukun baad qaadatay kumana sii deyn karo marka waxa weeyaan war qofka bini'aadanka wax uu dhaliili karaa wax uu tilmaami karaa wax uu sheegi karaa wuxuu ahaa ninkii wuxuu yiri qoolay qoorqabad ku biicabto annagu qaranka cadu kuma nihin waxaanu doonaynaa qaran jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhisan oo dhaqmo oo qurux badan laakiin hadaanu aragno qaran ku ciirciiraya waan tilmaamaynaa waan toosinaynaa wana mahadsantihiin wuxuu shaqada diyaar banaa Cabdirasaaq Aakhiro abwaanka runtii isna waan maqlay xarigiisu xarigan kale kama duwana waxa lagu xiray xabar buu ka yimid ayaa lagu xiray waxaanu isla ogeyn ninkii loo jiray la foole xabar buu ka yimid oo dadka dhulka laga siiyay arabsiyo kiika ka horreeyay waa tii berberin laga siinayay sakadaha marka xukuumaddu de qofka ay doonaysaa xabar markuu ka yimaado dhul iyo lacag bay siisaa qofka aanay doonaynay inay iyadu doonayna xarigun buu mutaystaa marka waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland ha loo sinaado ka xukunka haya iyo kala xukumaya ayaanay noqon inuu kala xukumayo in kolba sidii la doono laga yeelo waxaanu in haddii de xukuumaddu xishood iyo xayal leedahay daadar guriga geeridu taalo raab ay ka lahayd geeriyeysa iyagu sin oo inuu koodi dhintay allah u naxariistay geeridiisa in haddii kii kalena duubo xadhig loogu daro de ayay ka xishoon lahayd xukuumaddana horta xishoodkii iyo xayihiiba way ka tagtay oo xoog ayay biday saamiciin hadmaasintii gudoomiye abwaanka aabihii abes intii aan xukunka lagu ridin uu hadlay inuu isagu xudhay buu sheegay ama lix bilood ha xidho ama sanad ha xidho ama laba sano ha xidho qofna aabihii ugama lix jecla badna isbiga mucaaradka wadan inta badan xukumaddu waxaad ku dhaliishaan aan degdega loo xukumin markii degdega loo xukumo waa dhaliilisaan qofkii waalidkiisa xudhay waa dhaliilisaan dadyow kale ku jira jeelasha kuwa kama hadashaan qof maydinku ma qofka dantiina ka aragtaan unbaad ka hadashaan xukumaddu ku dhaliishaan waad mahadsan tahay balaa su-aashaada iyo hadalkayga markii horeba ku dhaafay anigu waxaan ka bilaabay xadhigga xaqdarada aanaba iska bilaabay codoon baan ku xigsiiyey ilig baan ku xigsiiyey abwaanka idinka su-aal iga weydiiseen taasiyadu waa taasoo xisbiga mucaaradka wadana haddaan nahay saxaafaddan u doodeyna annagu horta waxaanu jecelnahay qurux sinaan iyo cadaalad sharciga jamhuuriyadda Soomaaliya waanu hoggaansamaynaa aniga sharci baa xidhay kaana sharci baa lagu xidhay sharciguun baynu isla garanaynaa war sharcigan ayaanu noqonin la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan taad leedahay abees abeesinankiisa xabad buu ku dhufan karaa xadhig waa sahalo cid isweydiin mayso taas isagaa dhalay wuu toogan karaa oon ilaahay mooyaane bilaadan waxba ka weydiinin laakiin innaga sharciga inoo yaallo waalid caasidkii muxuu ahaa waa su-aal talabaad cabdiraxmaan abe seerboorku ka soo degay afar bilood buu joogay bugaag buu soo bandhigay maxaa isku beegay waa caasid waalidiin iyo buuggiisii adeer iyadana taana su-aal baa iyadana maqan marka annagu ugama soo horjeedno aabihii wuu xidhan karaa
وينك يسويد بس نكرا وصحكرا لكن ده تمر باو معانا الله في باكو شرته وين ماشى الله في تلقى صاره أو سحقة نحقة ونقطة الكلون ربط قناة ده ده يحيدك سجن على سكوت سنين وعدالة درة أنا لقى مرخاتك عن أنت زمنا الجديد أي هذانا نحن حسب معارض كوضننا واحد نشعل هاي إن شروع ده تمرد سمالان عن هذا لقى دجنين شعر نبوك خلبه مركو دلي وصاحبه لكن شعر أحد ما ضيرها كتاجر كا كدولة كمعارض كا الصحافة كلوير كا شرع اللوس مية هاي ونكي شرع جا كحد قدببة ده هذا اللي لقبتهم تاجر سنة لكن شرع جا إن دل لو أديك شو أضن بساكنة لقط الم مدي مية لين تانو وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قبطر عيادة المانيات سيدا سان سهل إيفيسين بلاس حوالات تاج بانجي غاب إيا ديجيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا